في الصلوات السرية هل يجوز للمأموم أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة؟ حيث أنني أحفظ قصار السور وبعد قراءة الفاتحة أبدأ في قراءة سورة ثم أجد الإمام ما زال قائما ثم أبدأ في قراءة سورة ثانية وثالثة وهكذا، فهل يجوز لي ذلك أم أكتفي فقط بقراءة سورة واحدة بعد الفاتحة مع العلم أنني في حالة الاكتفاء بقراءة سورة واحدة والإمام ما زال قائما أجد نفسي وقد سرحت بفكري بعيدا عن الصلاة؟ لا بأس بذلك أن تقرأ عدة سور بعد الفاتحة، لا بأس بذلك، ولا تسكت في الصلاة وإنما تقرأ إلى أن يركع الإمام. إنما الذي يحرم تكراره سورة الفاتحة، لا يجوز تكرارها لأنها ركن، الركن لا يكرر، وما عداها فيجوز أن تكرر السورة ويجوز أن تقرأ بعدة سور بعد الفاتحة، لا سيما إذا كنت مأموما فإنك تقرأ ما تيسر إلى أن يركع الإمام. نعم.